السلام عليكم. النسخة الثالثة من حملة أولى وندفان قلوب دافئة رجعات، وفي عشرات المدارس فرعية تابعة لجماعة عبو الكحل حطات الرحال. كيف ما كتعرفوا كتسبق أي عملية توزيع واحد العملية دقيقة وفيها تمارة بزاف، وهي جمع وفرز الملابس اللي قاموا بها مجموعة من الجنود ديال جمعية أيتال للتنمية والتنشيط الثقافي، واللي هي بطبيعة الحال هي المنظمة لهذا النشاط كامل. المرحلة الأولى بدينا باستقبال الملابس والجمع ديالها، من بعد ما قمنا بإحصاء المقاسات ديال جميع الأطفال المستفيدين، وجدنا دي بوكس اللي كل وحدة فيهم كتكون من معاطف، قفازات، قبعات، سراويل جينز، ملابس داخلية قطنية، مرهبات الترطيب، جوارب، أحذية، دي بوت، دي شال والحلوة. وفي هذا العام وبفضل العطاء ديالكم والكرم ديالكم قدرنا نوفروا بزاف المستلزمات جداد. تم جمع هذه الأكياس الخاصين بكل مدرسة على حدة، وانطلقت الرحلة ديالنا في يومها الأول بتاريخ 8 فبراير 2023 من مدينة فيجيك صوب فرعية الشفا. لا لن نزول، سنبقى لنقول ما دام العهد بالعطاء. لا لن نزول، لا لن نزول، سنبقى لنكون نحن العطاء بعزمنا غيث هطول. من راحة أيدينا مضت رحلة من بعد 3 ساعات طريق ثانوية وصعبة باش نوصلوا لتلميذات والتلاميذ كانوا في انتظارنا. وصلنا لعندهم، ضحكنا معهم، لعبنا معهم ونشطنا معهم. من راحة أيدينا مضت رحلة الهمام، بتعاون والتزام صرنا نبع الإلهام. عقدنا وصمدنا لنخطو للأمام، جيلا بعد جيل نبني ننشر القيام. وفي الأخير وزعنا عليهم الملابس والمستلزمات المدرسية. إذا نحن متواجدين الآن بالدوار ديال شافع وبالمدرسة ديال شافع، معنا الجمعية ديال أيتال. هذه الجمعية اللي الحمد لله كتقوم بهذا يعني هذا التنشيط، وكتقوم بهذه المساعدات للتلاميذ والبراعم ديال مجموعة مدارس عبو الكحل. يعني كل الفرعيات كتستافد من هذا من هذا من هذا التنشيط ومن هذه المساعدات. إذا نحن الآن متواجدين بالمنطقة ديال الشافع، الحمد لله عرفت هذه المنطقة تساقط ثلوج الحمد لله اللي هي في الباكية في الجبل ديال العمور. إذا بهذه المناسبة هذه الجمعية الحمد لله كتقوم بهذا النشاط المهم. ها هي الحمد لله جايبة واحد الكسيوة الحمد لله، من الشاشية للتقاشر للجاكيطة الحمد لله للتلاميذ، ومفرحاهم الحمد لله ومنشطاهم. إذا هذا يوم سعيد الحمد لله، ونتمنوا هذه هي البداية ديال السنة ديال 2023 تكون كلها سعيدة. بدورنا كمجلس ساهمنا معهم بالنقل البيس مع الكاميون، إذا وكذلك كانت نسيق مع السلطة المحلية مشكورة. إذا الحمد لله احنا اللي فرحانين في هذا النهار فرح سعيد وفرح كبير، وهذا الغبطة والحبور والفرحة والسرور نتمنى تستمر. هذه الجمعية كنشكرها جزيل الشكر، وهذا العمل الإحساني اللي كل سنة كتعاود له. هذه السنة الحمد لله يعني كان واحد المجهود كبير على السنة اللي فات، ما لا يسعنا إلا أن نقدم لها كل التقدير والاحترام، ونشكر كل المحسنين وكل المساهمين وكل الداعمين. بغيت نشكر هذه القافله نتاع اولى وندفان على هذه المبادره الخيريه، الله يجزيهم بخير. بالنسبه لهذه التجهيزات اللي جابوا، لا بالنسبه للمدرسه لا بالنسبه للملابس، الاحذيه اللي جابوا للتلاميذ الصراحه كيعانيوا من ظروف صعيبه، وكيجيو من مسافات بعيده وقساوات البرد، وصراحه كنشكرهم بزاف على هذه المبادره، الله يجزيهم بخير.
وكملنا طريقنا للمحطة الثانية واللي هي فرعية الملاليح اللي قمنا فيها بنفس الشيء. لا لن نزول، سنبقى لنقول ما دام العهد بالعطاء. لا لن نزول، لا لن نزول، سنبقى لنكون نحن العطاء بعزمنا غيث هطول. هيا بادر لا تكل، كن دعما للعمل. ويلا عقلتوا معنا، هادو هما الناس اللي فرحوا بنا واكرمونا العام اللي فات، وحتى هاد العام لقيناهم كيتسناونا وموجدين لنا ما لد وطاب من ماكولات اللي نساتنا بروده الطقس وصعوبه الرحله. كنرحب بجمعه ايتال، زارتنا اليوم في دوار الملاليح، ألف مرحبا بها. وكنشكر جزاء الشكر، فرحت الشباب وفرحونا، الله يرحم لهم الوالدين والله يجازيهم بخير، والسلام عليكم. اليوم كما كتشوفوا جينا لعدة أمكنة باش نفرقوا بعد الملابس وبعد الأغطية إلى غير ذلك. كنشكر جميع المتطوعين والمساهمين في هذه الحملة هذه، وكنشكر جزيل الشكر وشكر خاص للجمعية اللي كتواجد في فرنسا ومنجية. ارتاحينا شوية وكملنا الطريق ديالنا في اتجاه فرعية المحيرثة، وأي رحلة لابد ما يكون فيها المغامرات. اش غادي نقول لكم، المازوت سالة، وبقينا نقلبوا على شي حل باش نكملوا الرحلة. شي كيقول لك نخليو الكاميون نجمعوا كاملين في لوطوكار، وشي كيقترح يمشي يجيب المازوت، واللي زاد ازم الوضع هو حتى الريزو ما كاينش. وهنا كنتسائل كيفاش كيتواصلوا هاد الناس في حالة وقعات شي حاجة طارئة. لحسن الحظ معنا شباب لهم من التجربة ما يكفي باش يلقاو لنا الحل المناسب. اشنو هو الحل؟ هو ناخدو شوية المازوت من سيارة متطوع معنا كان مرافقنا ونعمروه في الكاميون، لان ما نقدروش نستغناو عليه، مازال تبعنا طريق الفرعية اخرى. وهنا بدا الصراع مع الوقت، لانه وصلنا لفرعية المحيطة تقريبا في الظلام، وللاسف ما لقيناش الوليدات، ولكن لقينا رسالة منهم مكتوبة على السبورة نساتنا في التعب وفي كاع هادشي اللي وقع لنا باش نوصلوا عندهم. نزلنا كاع الاحتياجات ديالهم وركبنا المدفأة في القسم، هاد المدفأات اللي ركبنا في كاع المدارس وفرتهم لنا المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي. أما بالنسبة للتركيب وتزويد المدرسة بالحطب فالجمعية اللي تكلفت به. اليوم الثاني درجة الحرارة 5 درجة سلسيوس تقريبا. من بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم باش يوفقنا الله في هذه المهمة، توجهنا لفرعية الحلوف. استقبلونا الأطفال والأساتذة ديالهم، ورغم قساوة البرد حاولنا نقدموا لهم فقرات تنشيطية بالموازاة مع إعداد الملابس وتركيب المدفأة من طرف الفريق. تمت عملية التوزيع وحاولنا نقيسوا عليهم الملابس اللي صراحة بدلات من شكلهم للأفضل. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس جمعية أيتال عبد القادر الكوش، ولجميع أعضاء الجمعية، ولكل من ساهم سواء ماديا أو معنويا في إدخال الفرحة على قلوب هؤلاء التلاميذ ورسم الابتسامة على وجوههم. من بعد صورة تذكارية انطلقنا مباشرة لفرعية الركينة اللي دوزنا فيها لحظات جميلة رفقة أطفال كانوا في حاجة لهذه المساعدات، حيث لاحظنا بعض التلاميذ وسط القسم ومتجمدين من البرد. نشكر جميع اللي مساهم في هذه الاكتيفيتي هذه، دونك برينسيبالمون المتبرعين والمتبرعات في داخل المغرب وخارج المغرب. كنشكروا ايضا جمعيه تيمانيجيا، كنشكروا جماعه عبو الكحل والسلطه المحليه
اللي عاونونا بزاف، وكنشكر ايضا الاساتذه ديال فهاد المدارس هادو دونك اللي سمونا معلومات وعطاونا يعني لي زاكس برينسيبول اللي نهضروا عليهم. دونك الجمعيه هاد السنه هذه الحمد لله كانت تبرع بكثافه، دونك استطعنا انه باضافه ديال الحوايج ولي شوسيغ ومسائل ديال الفازلين ادويه، صرنا ايضا هاد العام يعني الاكتيفيتي كانت زادت عليها مساله ديال التدفئه. دونك لي زيكيبمون ديال الاقسام المدافئ وايضا بحطب التدفئه، يعني تخيل مشاك كل قسم كانت عنده قنطار ديال الحطب التدفئه ومدفع. دونك كنشكروا بطبيعه الحال نيابه التعليم في اقليم فيكيك اللي ساهمت بالمدافئ المدافئ الجديده اللي حطيناهم في الاقسام. يسعدني ويشرفني ان اتقدم اليكم باجمل التحايا والشكر الجزيل لجمعيه ايسال على المجهودات الجبارة التي قامت بها لتلاميذ فرعية تركينة، من بين المساعدة التي قدمتها جمعية أيسال الملابس وكذلك الأدوات المدرسية، فشكرا جزيلا لها على هذه اليد المساعدة ونتمنى لها مسيرة موفقة. ودائما في أجواء حماسية تنشيطية قدرنا نرسم الضحكة على محياهم وغادرناهم متوجهين لآخر محطة لهذا اليوم الثاني، وهي فرعية الخرواع اللي أول مرة كنزوروها، وتفاجئنا بصعوبة الطريق وزحف الرمال اللي عرقل السير ديالنا، لكن وبحفاوة استقبال الأساتذة استرحنا شوية ورجعنا كملنا العمل ديالنا، وزعنا على جميع التلاميذ الملابس والمستلزمات، وختمنا اليوم ديالنا بفقرة تنشيطية كلها دفء وفرح مع كل من الطاقم والأطفال. كنشكر جمعية أيتال على هذه المبادرة، مبادرة حسنة جات وقتها صراحة، كانت واحد مفاجأة بالنسبة لهاد التلامذة هادو اللي أول مرة صراحة كيجي يزورهم شي واحد، وإن شاء الله نتمنى ونشوفكم في فرص قادمة وأعوام قادمة لما لا. شكرا. اصنع خيرا وكن فاعلا يصوع، الرزق مقصود والكل به موعود، تمسح الدمعة عن وجنة المنكود. اليوم الثالث من حملة أولى وندفن، وهو اليوم الأخير، وبنفس الشغف وروح التطوع والأجواء الجميلة اللي عشناها في لوتوكار انطلقنا لفرعية العرجة، وفي أجواء صباحية باردة استمرينا في توزيع الأكياس على التلاميذ وتنشيطهم بألعاب في الهواء الطلق. السلام عليكم، نحن تلاميذ العرجة، شكرا لكم لأنكم استفدنا للمرة الثانية بالألبسة الجديدة، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. كنشكروا جمعية أيتال على هذه المبادرة الطيبة ديالهم اللي كتجي في هذه الأجواء الجد قاسية لواحد التلاميذ اللي عندهم ظروف قاسية، وكنشكروا أعضاء الجمعية، كنشكروا المحسنين اللي تطوعوا بالأموال ديالهم، كنشكركم على التدفئة، على الملابس، على كل ما جادت به أنفسكم، شكرا لكم جزيلا. فور وصلنا لفرعية بورمانة واللي للأسف ما لقيناش فيها لا الأستاذ ولا التلاميذ، فكلفنا عون السلطة باش يوزع الأكياس ديال التلاميذ اللي جبناها معنا. نيون حمل تيون نزور المدارس، نفرقاسن الحوايج، نياسن الفرنوات، نفرقاسن فوحنا مأكولات، كذلك تمني خسي سكيودان كيقتنا دي عاون سي القريب نخسي البعيد ماديا او معنويا، ان حمل تيو تخلق شرو داس كاس ماذا بكم تصفر حمان بزي مزيانا حق نكلف نتبدا بحق كلف خي الشوفوات الاقسام حقيقه خصنا افهم التدفئه الجمعيه اللي عطاهم الصحه وين تقشدان الفرنوات نشنا نركبين دقيق الصافو حنا نفتح صراحه اول مره سد نخار دقيق كنا عمل جمعاوي فريمون تما تارت شهر المناظر سحقا الاعانت ماذا بكم يعني
التعاون من جمعية للصواد لإعانة كما يجب. شكرا جزيلا. من بعد استراحة خفيفة زرنا آخر مدرسة لهذا اليوم الثالث وهي مدرسة الجماعاتية. وصلنا للمدرسة فوقت الغداء واستغلينا الفرصة باش نعملوا إطلالة على الداخلية ومراقد التلاميذ ونتناقشوا حول الحاجيات الأساسية اللي نقدروا نوفروها لهم. وحتى هما سلمناهم مجموعة من المواد الخاصة بالنظافة الشخصية من صابون، فرشات، معجون الأسنان، شامبوهات وغير ذلك. اليوم استقبلنا جمعية أيتال التي تكلفت صراحة بواحد المجهود والعمل الخيري جبار ورائع لفائدة الفرعيات بما في ذلك التدفئة والملابس، وأدخلت الفرحة والسرور في قلوب هؤلاء الأطفال. كنشكرهم جزيل الشكر وكنتمنوا لهم المزيد من التوفيق والنجاح وأنهم تقدم لهم المساعدات لمواصلة هذا النشاط الخيري الرائع. Notre aventure qui a démarré il y a 3 jours s'achève ici à l'école communale d'Oubou Lkhel. Ces enfants avaient besoin de ces aides humanitaires et de l'animation, de soutien et de solidarité. On a pu distribuer 239 box pour 123 garçons, 116 filles sur 10 écoles rurales. Des box qui contiennent des bottes, des gants, des chapeaux, des tricots, des chaussettes, chaussures, manteaux, des sous-vêtements, vaseline, des gâteaux, des bonbons, des chauffages. Franchement, on a vécu une très très belle expérience durant cette troisième édition de la campagne Oula Onidfen auprès de tous ces jeunes sous la présidence de Monsieur Abdelkader Elkouch. Je voudrais remercier tous les bénévoles de l'association Aitel ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la cagnotte partout dans le monde à travers l'association Humanedia, sans oublier l'association des parents et des élèves de l'école Notre-Dame avec le soutien de Madame Ben Ali Latefa. Aussi la direction provinciale du ministère de l'éducation nationale et du préscolaire, des autorités locales et aussi la gendarmerie royale, la commune de Abou Lkhel, les chauffeurs qui nous ont accompagnés tout au long de la campagne Oula Onidfen. Un grand merci aux professeurs et aux organisateurs. Merci. وختمنا هذه الجوله في المدارس باجمل لحظات رفقه هذه المجموعه من الاطفال اللي ما سخيناش بهم على امل لقياهم في القريب العاجل. الجولة ديالنا في فرعيات مجموعة مدارس المهدي بن بركات التابعة لجماعة عبو الكحل أشرفت على الانتهاء. اكتسبنا فيها خبرة وتجربة جديدة في هذا الميدان رغم الإكراهات اللي واجهناها طيلة الرحلة. المغامرة ديالنا ما زال ما سالتش. يوم الأحد بتاريخ 12 فبراير 2023 كان عندنا موعد مع أحد الرحال في منطقة العرجة باش نقوم بإعادة تجهيز الخيمة ديال هذه الأسرة المتكونة من 4 أفراد واللي كانوا فعلا محتاجين لهذه المساعدة باش يقاوموا قساوة البرد. وصراحة تضح لنا أن الجو كان أقل قسوة من هذه اللحظة المؤلمة اللي عشناها معهم في هذه الخيمة وسط دموع الإبن الأكبر اللي انقطعت عن الدراسة مع أنها كانت تلميذة مجتهدة حصلت على أعلى المعدلات واستفدت من منحة التميز اللي كتمنحها إحدى الجمعيات لكل المتفوقين في المدينة. للأسف ظاهرة الهدر المدرسي لا زالت متجدرة وهذا راجع لعدم توفر الإمكانيات المادية بالأساس والفقر وحتى بعد المسافة عن المدرسة. من بعد ما استمعنا لهذه القصة المحزنة قررت الجمعية أنها تبذل جهدها باش تحاول ترجع هذا التلميذ لمكانها الطبيعي اللي هو المدرسة. وهكذا غتكون انتهت الحملة ديالنا اللي ما يمكن نقول عليها غير أنها نجحت 100%.
بداية العنصر البشري اللي صار على هذه العملية واللي كان كله شباب. وهنا غنغتنم الفرصة باش نذكروا بأن الجمعية جددات المكتب ديالها ولات كتكون غير من الشباب اللي كله طموح باش يخدم العمل التطوعي. والأجمل من ذلك أن بعض الشباب كانت ليهم هذه أول تجربة وأول خطوة في العمل الجمعوي اللي بينوا فيها على علو الكعب ديالهم من خلال التزام العمل. فهذه الرحلة عشنا أفضل وأجمل الذكريات اللي غتبقى راسخة في الأذهان ديالنا، بالإضافة إلى الانطباع والأثر الطيب اللي خليناها عند كل الأطفال اللي تلاقينا معهم. إلى هنا غنقولكم تهلاو في راسكم، نتلاقاو في تجربة جديدة مع جمعية أيتال للتنمية والتنشيط الثقافي. ما تنسوش تدعمونا بلايك، الاشتراك والبارتاج. كانت معكم منار محراش في إعداد هذا التقرير.